دكتور خالد، تحدثت حضرتك عن يعني كل ما نذكر المياه لازم نذكر مرادف لها ومكمل لأزمة المياه، أو بنفس الوقت يكون حل شيء يتعلق بالزراعة، وبنفس الوقت عندنا مشاكل كبيرة في التلوث، فبالتالي عندنا وزارتين هنا تشترك، وزارة الزراعة ووزارة البيئة أيضا. اليوم شلون تشوفون عملكم مع هذه الوزارتين تحديدا؟ هل أكو يعني خلينا نقول تعاون الكافي والمطلوب لحل هذه الأزمة من الجهتين، لو تحتاجون تعاون أكبر مع هذه يعني الوزارتين؟ يعني على مستوى هذه الحكومة أكو تعاون بين وزارتنا وزارة الزراعة وتعاون مثمر، وأكو تعاون أيضا مع وزارة البيئة، يعني بعد ما انفصلت عن وزارة الصحة أصبح لها ثقل ولها تأثير. ومن المفارقات أن وزارة البيئة كانت أحد وكالات وزارة الصحة، وزارة الصحة ثاني أكبر ملوث للنهر. يعني مفارقة عجيبة أن وزارة البيئة المفروض تحافظ على صحتنا، وكالة البيئة تراقب وهي جزء من وزارة الصحة اللي يتلوث. المهم شوفي، مع وزارة الزراعة عادة الخطة الزراعية تبنى بين وزارة المرن ووزارة الزراعة بإشراف، يعني خلينا نقول باختصار اليوم أكو تعاون، طبعاً أكو تعاون تنسيق، نعم، لكن نعم. قبل ما كان أكو هذا التعاون المطلوب، أكو تعاون بس شوف ضعيف، يعني مرات الرؤى تختلف. وزارة الزراعة واجبها كانت أن تزرع أكبر مساحة ممكنة بغض النظر عن نعم. وضع المياه، بس التوصل بنص دقيقة، نعم. الخطة الزراعة تبنى في ثلاث مؤشرات. المؤشر الأول هو ما موجود من مياه بالخزين، والمؤشر الثاني هو ما متوقع من إيرادات، والمؤشر الثالث هو السوق العالمية وتغيراته. وبالتالي هاي الخطة لازم تبنى على المعايير. أبو الزراعة يريد أكبر مساحة، لكن أبو المرن ما يريد يحافظ على شيء مهم اللي هو الحفاظ على الأمن المائي والمرتبط مياه الشرب بنفس الوقت. بين قوسين دكتور، كل واحد يريد يسوي شغله بغض النظر عن الآن عمل التنسيق الآخر، الآن التنسيق أعلى.